كانت الكرم المقسمة إلى 4 تجمعات سكانية. هذه التجمعات كانت عبارة عن مجالس قروية، كل مجلس قروي كان يقوم بتقديم الخدمة للمجلس الذي يديره. ولكن عندما رأينا أن الظروف لا تسمح لنا باستكمال مشروعاتنا وبإتمام ما نطمح إليه من تقديم خدمة للمواطنين، طالبنا بالدمج، وأول من طالب بالدمج هم سكان هذه المنطقة. في البداية لم تكن هناك خدمات تقدم، لأننا لا نملك شيئاً نقدمه حقيقة، يعني كنا عبارة عن مجالس قروية حتى لا تمتلك مقار ولا تمتلك جهاز كمبيوتر. بدأ التعاون بين بلدية الكربل ووكالة التنمية البلجيكية منذ نشوء البلدية، فهي قدمت لنا الكثير من البرامج على مستوى بناء المؤسسات أو على مستوى المشاريع والمشروعات المختلفة. ضمن الخطة السنوية الأولى استئجار مقر، تأثيث المقر، عمل موظفين، يعني كان مجالس الأربع لا يوجد فيها ولا موظف. ضمن الخطة رحنا شرينا حوالي 250 حاوية وزعناها في المنطقة عشان الناس كمان يحسوا ضمن الخطة في شغل، في تغيير. الجانب الثاني الكهرباء، اشتراكات الكهرباء فعلناها، كل مواطن بده اشتراك كهرباء كي يتوجه إنه على المجلس نعطيه إذن إشغال يروح على الشركة، صار في تعاون بيننا وبين الشركة. نفس الوقت الشغل كان شغال على المخاط الهيكلي، كان شغال على الشارع الرئيسي كبنية تحتية وفتح شوارع وشق طريق. في نفس الوقت كنا شغالين على مشروع شبكة المي، يعني لما إحنا أجينا كان الناس المي يخذوها من الأبار، فيش لا شبكة ولا أي نوع مياه إلى الأبار. هلا اليوم إنجازات كبيرة، أنا عندي على صعيد المدارس، على صعيد الصحة، على صعيد البنية التحتية، على الكهرباء، يعني اليوم أنا بحكي عن الكرمل فيها مولات، فيها صيدليات، فيها مصانع بطون. من وين هذا كله أجا؟ بناء على البنية التحتية اللي وفرنا لهم إياها. هذا كل الشغل اللي اشتغلناه خلال 5 سنوات انعكس علينا الأمان، والمنطقة صار في ازدهار من كل الجوانب، الناحية الاقتصادية والاجتماعية حتى الثقافية. قلة المي هي تجمع قروي يقع جنوب شرق الخليل، عدد سكانه الإجمالي مع نهاية العام 2021 حوالي 10,000 نسمة، وهي عبارة عن 6 تجمعات قروية. هاي المناطق بطبيعتها قبل العام 2011 كانت لكل منطقة مجلس قروي منفصل. بالعام 2011 بتوافق أهالي هذه المناطق اجتمعوا على أن يكون هناك مجلس خدماتي مشترك يخدم كل هذه التجمعات بمناطقها سواء كانت A أو B أو C. يعني وكالة التنمية البلجيكية كانت شريك حقيقي في عملية التحول الكبير الذي حصل في الهيئة المحلية بلدية خلة المي أخيرا. طبيعة التدخل كان قبل 3 سنوات، أي في بداية العام 2018، وأحدث تغييرا كبيرا بالشراكة مع البلدية في عملية توريد عدد من الآليات التي سهلت على الموظفين تقديم خدمات للمواطنين، مثل توريد رافعة كهرباء، توريد العديد من الأجهزة التي لها علاقة بالعمل التقني الميداني للموظفين، والقطع والماتيريالز التي كانت تفتقدها هذه البلدية. هذا جميعه أثر بشكل إيجابي على تحسين الخدمات للمواطنين، وأيضا كما تحدثنا تقديمها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية للمواطنين في كل المناطق. قرية برطعة عدد سكانها 7,000 نسمة، هي جزء من القريتين قرية برطعة الشرقية وبرطعة الغربية التي يفصلهما الخط الأخضر. قرية برطعة تعاني ما تعانيه من ويلات الجدار هي وباقي التجمعات السكانية الموجودة داخل المعزل، وهي 6 تجمعات صغيرة أكبرها بلدة برطعة. احنا سنة 2017 حضروا ممثلين من وكالة التنمية البلجيكية إلى وزارة الحكم المحلي في محافظة جنين، وقاموا بشرح مفصل عن مشروع تنمية قدرات الهيئات المحلية اللي هو مشروع أرض. بدأت المشاريع الحقيقية في بلدة برطعة انطلاقها مع انطلاق مشروع التعاون البلجيكي، لأنه المشروع كان مشروع متوازي بين البنية التحتية وتنمية القدرات.
المشروع المقدم من وكالة التنمية البلجيكية أسهم بشكل كبير في مشاركة المرأة، في مشاركة الشباب. التخطيط صار تخطيط بالمشاركة. قبل كنا احنا المجلس البلدي نقعد ونكرر انه بدنا نعبي الطريق هون، بدنا نعمل مدرسة هون، بدنا نعمل مشروع هون. اليوم لا، أصبحت المرأة منتجة، أصبحت متمكنة اقتصادياً، النساء نفسهم صاروا يتوجهوا للمراكز وتحديداً للبلدية يستفسروا، يجوا هم يستفسروا عن الخدمات، أي خدمة بدهم إياها يجوا هم يسألوا عنها. ما ظل الوضع مقتصر إنه البلدية مكان فقط للرجال، صار في تغيير مجتمعي بالنظرة النمطية الموجودة عند الناس وعند النساء بشكل خاص. احنا اليوم موجودين في احراش العمره، منطقه طبيعيه بغايه الجمال والروعه. نعمل هذا المسار على اساس تشبثا بالارض ودعما للصمود الاهل هنا، لان الاسرائيليين ايضا بيعملوا مسارات بهاي المنطقه نفسها. احنا هدفنا هدف صمود، ان ندعم صمود الاهالي في كل مكان ليس فقط في هاي المنطقه. واحنا نريد ان نعمم هذه الفكرة إلى هذا المسار الطبيعي لكل البلديات الشريكة والمجالس الشريكة في هذا المشروع. أنا أطمح بأن تكون برطع من أجمل المدن، توفر فيها كافة الخدمات. بعد ما تلقى هؤلاء الموظفين دورات مميزة وكسبوا الكثير من الخبرات، يقومون بدورهم على أكمل وجه. خلت المي هذه الأيام تذهب نحو الأفضل، تذهب نحو الازدهار والتقدم.